نشرة منتصف الليل من الميادين، والبداية مع العناوين. بعد تشييع مليوني مهيب في تبريز، وقم جثامين الرئيس الإيراني الشهيد ووزير الخارجية ورفاقهما تصل طهران، والسيد خامنئي يؤم الصلاة صباح اليوم. مع استمرار توالي برقيات التعزية، الأمم المتحدة تنكس علمها حدادا على الرئيس الإيراني، وتوقعات بمشاركة رسمية رفيعة اليوم في مراسم التشييع. أدعو الجميع في قيادة التحالف إلى إكمال ما بدأناه معا والانخراط الجاد في توقيع وتنفيذ خارطة الطريق. المشاط يعلن تأجيل الاحتفال بعيد الوحدة اليمنية إلى ما بعد الحداد في إيران، ويدعو جميع قيادة التحالف إلى إكمال طريق السلام وتوقيع وتنفيذ خارطة الطريق. المقاومة تنصب كمائن وتتصدى لقوات الاحتلال المعتدية على مخيم جنين بعد استشهاد 7 مواطنين، والاحتلال يعزز قواته ويواصل تجريف البنى التحتية وتدميرها. معارك ضارية في شمال القطاع وجنوبه، المقاومة الفلسطينية تجهز على 5 جنود إسرائيليين من مسافة صفر في تل الزعتر شمال غزة، وتدمر عددا من الدبابات في رفح وجباليا. وعلى جبهات الإسناد، المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف تجمعات ومواقع للاحتلال عند الحدود مع فلسطين، والمقاومة العراقية تقصف قاعدة للطائرات المسيرة الإسرائيلية في الجولان المحتل. أهلا بكم. وصلت جثامين الشهداء الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما إلى مصلى الإمام الخميني في العاصمة قبل أن تقام صلاة الجنازة في جامعة طهران. مدينة قم كانت قد شيعت في موكب جماهيري مهيب الشهداء تقديرا لجهودهم وتعبيرا عن الحزن لخسارتهم. وفي مقام السيدة المعصومة كان في انتظار جثامين الشهداء الملايين من الناس الذين احتشدوا لساعات من أجل المشاركة في مراسم التشييع. وبعدها انطلق التشييع الشعبي إلى شوارع مدينة قم وصولا إلى مسجد جمكران. وقتی که تدریس برای حوزه علمیه و سربازان امام زمان میخواست بکنه، إذن تشيع مهيب للرئيس الإيراني الشهيد إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما، ووصلت جثامين الشهداء إلى طهران حيث ستقام صلاة الجنازة عليها عند الساعة 7:30 من صباح غد بإمامة قائد الثورة والجمهورية السيد علي خامنئي، ثم تقام مراسم تأبين رسمية في ساحة أزادي بحضور وفود خارجية من ممثلي دول ورؤسائها. ومن طهران سينقل جثمان الرئيس الإيراني إلى مدينة بيرجند في محافظة خراسان الجنوبية لإقامة جنازة أخرى له هناك يوم الخميس، ثم تليها مراسم أخرى في مدينة مشهد مسقط رأسه ليوارى في الثرى في السدانة الرضوية. والآن ينضم إلينا من العاصمة الإيرانية طهران مراسل الميادين سياوش فلاحبور. أهلا بك سياوش، تفصلنا ساعات عن الساعة 7:30 حيث سيؤم السيد علي خامنئي الصلاة على جثامين الشهداء. كيف تبدو الاستعدادات داخل العاصمة الإيرانية طهران على المستويين، المستوى الشعبي والمستوى الرسمي؟ تحياتي لك ولمشاهدينا الكرام. قبل دقائق من الآن، ربما أقل من 20 دقيقة، تم نقل جثامين الشهداء والقافلة التي تضم جثامين الشهداء من مصلى الإمام الخميني إلى مكان آخر بالقرب من جامعة طهران، حيث سنرى فيها مراسم تشييع كبيرة بعد ساعات قليلة من الآن. المراسم ستنطلق عند 7:30 صباحا، وصلاة الجنازة ستقام بإمامة قائد الثورة والجمهورية السيد علي خامنئي عند الساعة 9
صباحا، فبالتالي ساعات قليلة تفصلنا عن هذا الحدث الكبير، هذه المراسم التي من المفترض أن تكون أكبر من المراسم التي رأيناها خلال اليوم الماضي في تبريز، وخاصة في قم مراسم تشيع كبيرة جدا وصفت بأنها كانت تاريخيا. ملايين من الإيرانيين من سكان مدينة قم وربما مواطنين من مدن أخرى ومحافظات إيرانية أخرى شاركوا في هذه المراسم التي جرت في مدينة قم، والصور الجوية تظهر لنا بأن أعداد المشاركين والحشود القفيرة التي شاركت في هذه المسيرة وهذه المراسم كانت كبيرة جدا وربما تجاوزت جميع التوقعات التي كنا نتوقعها. نعرف أن هناك رمزية كبيرة ما بين الرئيسي و مدينة قم، مدينة قم تعرف بأنها عاصمة الإسلام وعاصمة الفقه في إيران، فهي تضم أهم المدارس والحوزات الدينية، ونعرف أن إبراهيم رئيسي كان من ضمن أحد أهم خريجي هذه المدارس الذي دخل على خط السياسة والجمهورية في إيران خلال السنوات الماضية، فبالتالي نحن نستعد الآن لإقامة مراسم ربما أكبر من الذي رأيناه في مدينة قم خلال الساعات المقبلة. التحضيرات مستمرة حتى هذه اللحظة، هناك أيضا ترتيبات أمنية متعلقة بإقامة المراسم التي ستنطلق من جامعة طهران وربما ستتحول إلى كل المناطق المحيطة بهذه الجامعة. المصادر تتحدث بأنه تم إخلاء 5 مناطق محيطة بجامعة طهران لتكون المنطقة جاهزة لاستيعاب ملايين من الإيرانيين الذين سيتوجهون وبدأ يتوجهون من الآن إلى هذه المنطقة في مركز جنوب العاصمة الإيرانية طهران لاستقبال هؤلاء الذين يريدون أن يشاركوا في هذه المراسم لإلقاء النظرة الأخيرة على جثامين الشهداء، وأيضا وداع الرئيس الشهيد الراحل إبراهيم رئيسي وزير خارجيته وكل من كانوا على متن الطائرة الرئاسية التي سقطت وتحطمت قبل الآن يمكن نقول 3 أيام من الآن. فبالتالي هذه التحذيرات والترتيبات مستمرة حتى هذه اللحظة. أيضا بعد نهاية مراسم التشيع التي ستنطلق بعد ساعات في صباح الأربعاء الذي أعلن يوم عطلة رسمية، أيضا عندنا مراسم تشيع أخرى رسمية يمكن القول سيشارك فيها ضيوف أجانب، شخصيات ووجوه سياسية بارزة من الدول الجوار، دول إقليمية وربما غير إقليمية. حتى الآن يمكننا أن نتأكد أنه رئيس الوزراء الباكستاني سيشارك في هذه المراسم، وهذا الأمر لديه دلالة كبيرة عقب ما رأيناه خلال الأشهر الماضية من بعض التوترات التي جرت في المناطق الحدودية بين البلدين. أيضا وزير خارجية تركيا ونائب الرئيس التركي سيشاركان في هذه المراسم، رئيس البرلمان الروسي وكذلك شخصيات إقليمية عربية وغير عربية ربما سيشاركون. نعم في مستويات مختلفة في هذه المراسم. ومن ثم بالتأكيد سياوش سوف نواكب معكم ومع كل فريق الميادين المنتشر والمواكب لكل هذه الأماكن التي سوف يتم فيها التشيع كما حصل اليوم بمواكبتكم الحثيثة والمتابعة لكل هذه الحشود. شكرا جزيلا لك على هذه الساعة، على كل هذه المعطيات والمعلومات، وسوف نكون معك بتأكيد بساعات مقبلة وتغطيات مقبلة. صورة الحشود الشعبية التي شاركت في تشييع الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ورفاقه في مدينة قم أعادت إلى الذاكرة مشهد تشييع الفريق الشهيد قاسم سليماني. وفي مدينة يكن لها الإيرانيون احتراما خاصا لمكانتها الدينية والمعنوية لديهم. تقرير موفد الميادين إلى إيران الزميل رضا الباشا. إلى حرم السيدة فاطمة المعصومة وسط مدينة قم الإيرانية يحث أهل المدينة خطاهم قبل ساعات من بدء مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ورفاقه. هنا في مدينة قم المقدسة وتحديدا من حرم السيدة فاطمة المعصومة عليها السلام، المحطة الثانية لتشييع جثامين الشهيد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والشهيد حسين أمير عبد الله. هذه هي المحطة التي تتمتع ببعد ديني إضافة إلى البعد السياسي التي تتمتع به أيضا مدينة قم المقدسة. الأهالي بدأوا يتوافدون قبل ساعات من وصول جثامين الشهداء إلى هذه المنطقة وتحديدا إلى حرم السيدة المعصومة. حاملة لافتة عبرت فيها عن حزنها العميق
تؤكد الحاجة فرزانة أن رحيل الرئيس الإيراني مثل صدمة وخسارة لكل من أعطاه رئيسي الرعاية والاهتمام. السيد رئيسي علمنا بعمله أن الأمل لا يموت، وأكد للعالم أن اليأس ليس إلا أداة يحاول الاستكبار فرضها على الشعوب ليسيطر عليهم. أنا هنا لألقي نظرة الوداع الأخيرة على جثامين السيد رئيسي وباقي رفاقه. السيد رئيسي كان مدافعاً عن ديننا ووطننا. آلاف تجمعوا ليودعوا رئيس بلادهم الراحل ورفاقه، ومنهم من جاء إلى قم من مدن أخرى. جئت من كرمنشاه غرب البلاد لألقي تحية الوداع، الآن وصلت هنا لأشارك في وداع رئيسنا. مشهد وداع السيد رئيسي أعاد إلى ذاكرة المدينة مشهدا ليس ببعيد، عندما ودعت قبل قرابة 4 سنوات الشهيد الفريق قاسم سليمان. رضا الباشا من مدينة قم المقدسة، الميادين. وكانت حشود إيرانية غفيرة قد شاركت في تشييع الرئيس الإيراني ووزير الخارجية ورفاقهما في تبريز بمحافظة أذربيجان الشرقية في مراسم وصفت بالتاريخية، شارك فيها عشرات الآلاف من المواطنين قبل أن ينتقل موكب التشييع من ساحة الشهداء في تبريز باتجاه المصلى إلى المطار، ومن هناك إلى العاصمة طهران. مالك عابدة والتفاصيل. حداد وسواد، حزن ودموع، هذه هي حال مدينة تبريز وأهلها في وداعهم الأخير لرئيسهم الراحل إبراهيم رئيسي ورفاقه. نعم، إيران اليوم في حالة عزاء لفقدانها رئيسها، ولكنها تسطر ملحمة تاريخية أخرى في تشييع الشهداء. هناك عزم جاد لمتابعة مسير الشهيد رئيسي، ولن يكون هناك أي خلل في البلاد بفقدان الرئيس الراحل. الشعب الإيراني مصمم على الاستمرار في نهج الشهيد رئيسي. حضور شعبي مهيب من كافة المدن والمحافظات المحيطة بأذربيجان الشرقية، جميعهم جاءوا لتجديد عهدهم لرئيسهم الراحل. يعني المشهد المؤلم الذي ترونه اليوم يتحدث بصوت أعلى من كلمات بشرية، ونحن لا نستطيع أن نوصف مشاعرنا الذي مر يعني الشعب الإيراني مر بها اليوم. كان السيد رئيسي مخلصا ومحبا لوطنه وشعبه، ولهذا يحترمه الجميع، لم يهدأ عن العمل حتى آخر ساعة في عمره. يؤكد المشيعون هنا التمسك بالنهج الثوري للرئيس الراحل رئيسي، كما يشددون على ضرورة دعم الجهود التي تفضي إلى انتخاب رئيس جديد يلبي طموحات الشعب الإيراني. مالك عابدة، مدينة تبريز، الميادين. وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي قال في كلمة له في الجموع المحتشدة خلال التشييع في تبريز إن ما صنعه الشهيد رئيسي هو مثال خالد في ذاكرة الشعب الإيراني لنموذج مميز للحكومة الإسلامية. ما صنعه رئيس الجمهورية مثال خالد وذكرى لا تمحى من ذاكرة الشعب الإيراني لنموذج مميز للحكومة الإسلامية. لن ننسى أبدا ما قدمه الشهيد لإيران، مثل ما صاغ لنا الشهيد قاسم سليماني مثالا عن البطولة الاستثنائية. أبدع الشهيد الرئيس ورفاقه في المثال عن خدمة الشعب والدبلوماسية النشطة. كيف لنا أن ننسى خطابه التاريخي ودفاعه الجسور عن غزة وفلسطين أمام كل العالم.
انتخب مجلس خبراء القيادة في إيران آية الله محمد علي موحدي كرماني رئيسا له في دورته السادسة بأغلبية 55 صوتا. وكان قائد الثورة ومرشد الجمهورية الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي قد أكد خلال افتتاح الجلسة الأولى من الدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة، أكد أهمية هذا المجلس ومهماته لاعتباره من أهم مظاهر الديمقراطية الإسلامية. فما هو هذا المجلس ومما يتألف وماذا في تفاصيل انتخاب رئيسه؟ في لحظة حداد تلف إيران والعالم الإسلامي وبحضور مسؤولين في السلطات الثلاث انعقدت الدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة. الشهيدان الرئيس إبراهيم رئيسي وإمام جمعة تبريز آية الله محمد علي آل هاشم كانا عضوين ضمن المجلس هذا، وخلال جلسة الافتتاح بقيا مقعدهما خاليين. في مستهل الجلسة ألقى رئيس مكتب قائد الثورة والجمهورية الإسلامية محمد قلبيجاني رسالة المرشد السيد علي خامنئي. مجلس خبراء القيادة مظهر الديمقراطية الإسلامية، واختيار القائد وفق المعايير الإسلامية مهمة هذا المجلس. اختيار الشعب والمعايير الإسلامية هي أهم مؤشر على الجمهورية الإسلامية. دعوتنا العامة إلى الضمير الحي في كل العالم هي النظر إلى التجارب الفاشلة للأنظمة التي تدعي العدالة والحرية بعيداً عن القيم المعنوية الدينية. مجلس خبراء القيادة هو ركن أساسي من أركان الجمهورية الإسلامية في إيران ووجه من وجوه السيادة الشعبية الدينية، يناط به اختيار قائد الثورة ومرشد الجمهورية أو الولي الفقيه وفقاً للمادة 107 من الدستور الإيراني. يضم المجلس 88 عضواً من المجتهدين المؤهلين الذين لديهم مهمات جسيمة في هيكل الجمهورية الإسلامية الإيرانية. تمتد ولاية المجلس 8 سنوات، فيما ينتخب الأعضاء من قبل الشعب مباشرة بعد قبول ترشحهم من مجلس صيانة الدستور. في جلسته الافتتاحية جرى انتخاب آية الله موحدي كرماني رئيسا جديدا له للسنوات المقبلة بأغلبية 55 صوتا. كرماني هو من مواليد كرمان عام 1931، قضى عمره في دراسة العلوم الدينية بين قم والنجف، كان من أبرز المناضلين البارزين في الثورة الإسلامية إلى جانب الشهيدين مرتضى مطهري ومحمد بهشتي. كرماني كان قد شغل مناصب عديدة أبرزها ممثل الولي الفقيه في حرس الثورة مدة 14 عاما، وعضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام، وعضو في مجلس خبراء القيادة منذ أول دورة حتى الآن، وأمين مجمع علماء الدين المجاهدين، إلى جانب دوره البارز كعضو في حزب الجمهورية الإسلامي. زار رئيس السلطة القضائية في إيران حسين محسني إجئي منزل الشهيد حسين أمير عبد اللهيان وقدم واجب العزاء لعائلته، وأشار إلى أن الشهيد عبد اللهيان كان مثالا للدبلوماسية والجهاد والثورية، وأن دوره كان مهما جدا وقيما في تحقيق أهداف جبهة المقاومة. كما لفت إلى أن الشهيد سليماني كان له اهتمام خاص بالشهيد أمير عبد اللهيان. نكست الأمانة العامة للأمم المتحدة علمها في ساحة المقر الرئيسي في نيويورك اليوم بالأمس حدادا على استشهاد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان. وحضر المراسم مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة سعيد أمير إيرافاني مع عدد من كبار مساعديه. هذا وافتتحت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة سجل التعازي في مقرها بنيويورك تكريما لأرواح شهداء المروحية الرئاسية. واستقبلت البعثة المعزين بالشهيدين إبراهيم رئيسي وأمير عبد اللهيان ورفاقهما، حيث كان في استقبال الدبلوماسيين وأبناء الجالية الإيرانية المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرافاني. وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال إن العقوبات الأمريكية على صناعة الطائرات تضر بالدول، فيما تتعمد واشنطن إيذاء الدول بفرض عقوبات على تلك الصناعة. كلام لافروف جاء خلال مؤتمر صحفي أعقب اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة شانغهاي للتعاون في العاصمة الكازاخستانية أستانا.
إنهم يعرضون حياة الناس للخطر عبر تطبيق العقوبات التي تشمل حظر توريد قطع الخدمة لمنتجات الطيران الأمريكية الصنع. يتبرأ الأمريكيون من ذلك، لكن في الواقع لا تتلقى الدول الأخرى الخاضعة للعقوبات قطع غيار الخدمة للأجهزة الأمريكية الصنع بما في ذلك الطيران. الادعاءات أن العقوبات الأمريكية لم تؤذي الناس هي أكاذيب في الواقع. هذا ونكس العلم الإيراني من على السفارة الإيرانية بالعاصمة الروسية موسكو حدادا على استشهاد الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما، وتوافد العديد من المسؤولين والمواطنين الروس والإيرانيين إلى حرم السفارة لوضع الورود وإضاءة الشموع حدادا على أرواح الشهداء. أعرب زعيم حزب العمال البريطاني السابق جيرمي كوربن عن تعزيه للشعب الإيراني باستشهاد الرئيس الإيراني في حادثة تحطم المروحية، متمنيا للشعب الإيراني أن ينعم بالسلام. أنا آسف جدا لوفاة الرئيس الإيراني من جراء تحطم المروحية في إيران، إنه لأمر مروع، وأقدم تعازي لعائلة الرئيس وللشعب الإيراني. ما أريده أن تنعم إيران بالسلام، فضلا عن أن تقيم علاقات طيبة مع دول الجوار، وأن يتمكن الشعب الإيراني من العيش بالطريقة التي يرغب فيها. ما نريده أيضا تطوير علاقاتنا الوطنية مع إيران. وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قال إن الولايات المتحدة تراقب الوضع بشأن حادث تحطم المروحية الإيرانية المؤسف، وأضاف أن الإدارة الأمريكية ستنتظر نتائج التحقيقات الرسمية. فيما يتعلق بوفاة الرئيس الإيراني في حادث تحطم المروحية المؤسف للغاية، نحن نواصل مراقبة الوضع، ولكن ليس لدينا أي فكرة عن سبب الحادث في هذه المرحلة. بالتأكيد أعلم أن الإيرانيين يحققون أو سيحققون، ولذا سنرى ما هي النتيجة بمجرد اكتمال التحقيق. فيما يتعلق بوضع قواتنا، ليس لدي أي إعلانات لأدلي بها، ومرة أخرى هذه مسألة سنستمر في مراقبتها، ولا أرى بالضرورة أي تأثيرات أمنية إقليمية على نطاق أوسع في الوقت الحالي. قدم وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي التعازي إلى نظيره الإيراني المكلف علي باقري كاني باستشهاد الرئيس الإيراني ووزير الخارجية. وفي اتصال هاتفي أعرب البوسعيدي عن تضامن سلطنة عمان مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذه الأوقات المؤلمة التي تشهدها. أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن دمشق وطهران تتفقان على العداء لإسرائيل وعلى أولوية القضية الفلسطينية، وشدد في اتصال مع الميادين على وجود علاقات استراتيجية مع إيران شعبيا وسياسيا. العلاقة التي كانت تربطنا مع فخامة الرئيس رئيسي والتي توجت بزيارته إلى دمشق وزيارة السيد الرئيس بشار الأسد إلى طهران كانت سياسة توافقية بين شعبي سوريا والسياسيين السوريين والإيرانيين. كانت سياسة استراتيجية، هي ليست لليوم وغدا، وإنما هي لعلاقات ستطول وتطول بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وعندما تتدخل إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في هذه العلاقات فهذا هو سبب التعكير. المقداد دعا إلى تطبيق هذه العلاقة مع إيران في كل دول المنطقة، مشددا على ضرورة ذلك لمواجهة الأعداء. ونحن نأمل دائما، وهذا يجب أن أؤكد عليه، أن تتميز أيضا هذه العلاقات الإيرانية مع جميع الدول العربية لكي نصبح جبهة واحدة نحارب أعداءنا الإقليميين وننتصر سويا. والثورة الإيرانية والشعب الإيراني وفي لمبادئه ولمثل قيادته وثورته، وخاصة إيمانه العميق بسوريا والعلاقات القائمة، والتي كما أقول دائما نحن نتمنى أن تكون بين كل الدول العربية والجمهورية الإسلامية. يجب أن لا يفرقنا أي شيء ولا يوجد أي مبرر.
هذا وقدم رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ وعدد من أعضاء المجلس التعازي باستشهاد الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما. وأمت مجلس العزاء في مبنى السفارة الإيرانية بدمشق وفود من قيادة الجيش السوري يتقدمها وزير الدفاع العماد علي عباس. كما قدم التعازي أيضا وفد حكومي ضم وزراء الإسكان والتعليم العالي والنفط والكهرباء والتربية والنقل والاتصالات والشؤون الاجتماعية وغيره من الوفود. شهيد هو على علاقة جيدة وممتازة مع الجمهورية العربية السورية، وكان يوطد العلاقات كما ذكر السيد الرئيس عندما زار سوريا، ولذلك هو خسارة ليس لإيران فقط بل أيضا للدول الصديقة. نحن أتينا لنعزي الشعب الإيراني، الجمهورية الإسلامية، القيادة، الإمام الخامنئي، الذين وقفوا حقيقة إلى جانب سوريا في أزمتها في محنتها، ووقفوا إلى جانب فلسطين وإلى جانب محور المقاومة. عندما نقدم العزاء فنقدم العزاء لأنفسنا أولا، ولا يمكن لنا أن ننسى المواقف الداعمة والمحبة لسوريا من قبل الشهيد الرئيس الشهيد الرئيس إبراهيم رئيسي وسيد وزير الخارجية. احنا طبعا واثقين بأن الجمهورية الإيرانية الإسلامية هي جمهورية صديقة ووقفت معنا في وقت محن. كان في تعاون مثمر وكان في مدعوم من قبل الجمهورية الإيرانية، كان في تعاون كثير في مجال الكهرباء سواء الشركات الإيرانية وتحت رعاية السيد إبراهيم رئيسي رحمه الله. هذه ليس خسارة فقط للشعب الإيراني، هذه خسارة للإنسانية جمعاء، خسارة لنهج المقاومة. رئيس المجلس الأعلى الإسلامي في العراق الشيخ همام حمودي أكد في تصريح إلى الميادين خلال مشاركته في مراسم العزاء التي تقيمها السفارة الإيرانية في بغداد، أكد الوقوف مع إيران قيادة وشعبا. يوم حزين قطعا أن نفقد شخصيات كبيرة كالسيد إبراهيم رئيسي والأخ عبد اللهيان في ظرف نحن نواجه فيه تحديات كبيرة في المنطقة، لكن أملنا كبير بوجود سماحة السيد القائد بهذا الشعب العظيم في إيران أن يتجاوز هذه التحديات وهذا المصاب الجلل. كلنا مع الجمهورية الإسلامية، مع شعب إيران، مع قيادته في دعم غزة وفي دعم كل المناضلين من أجل حريتهم وكرامتهم. توافد كثير من سفراء الدول العربية والأجنبية وممثلي عدد من الأحزاب الأردنية إلى مقر سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العاصمة الأردنية عمان لتقديم واجب التعزية والمواساة لإيران. المعزون عبروا عن تضامنهم مع إيران حكومة وشعبا في هذا المصاب الجلل. تقدم للأمة الشقيقة الأمة الإيرانية للجمهورية الإسلامية الإيرانية حكومة وشعبا بخالص العزاء الصادق بهذا الخطب الجلل برحيل سيادة رئيس الدولة الأستاذ إبراهيم رئيسي دكتور إبراهيم والأخ عبد اللهيان وزير الخارجية والوفد المرافق له في حادث الطائرة المؤلم. تمنياتنا لإيران السلام والتقدم، وتمنياتنا لعلاقات عربية إيرانية طيبة وأخوية تقوم على هذا الإرث المشترك الطويل الحضاري ما بين العرب وما بين الإيرانيين. توافد السفراء المعتمدون في الجزائر إلى السفارة الإيرانية لتقديم التعازي باستشهاد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له. المعزون عبروا عن تأثرهم لفقدان عالمين في الدبلوماسية والمواقف المبدئية المشهود لها، وتقدموا بالتعزية إلى الشعب الإيراني وحكومته. هذا الرحيل المفاجئ هو خسارة جسيمة لإيران ولنا كسوريا وكسوريين وللإنسانية جمعاء، ومع ذلك ستبقى إيران قوية بفضل حكمة قيادتها ونضال وصمود شعبها. نعبر عن أخلص التعازينا لسعادة السفير إيران لدى الجزائر وللدولة الإيرانية والشعب الإيراني الصديق، متمنيا التغلب على هذه المصيبة المأساوية.
نتذكر بكثير من التأثر حضور الرئيس الإيراني في الجزائر حينما قدم رسالة قوية ومؤثرة عن مجمل القضايا الدولية العادلة. ترك الشهيدان منهجية واستراتيجية راسخة في دعم العلاقات الثنائية وتوسيعها وتوطيدها والتعاون مع كل الدول العربية والإسلامية. أعلن رئيس المكتب السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط تأجيل الاحتفال بعيد الوحدة اليمنية إلى ما بعد انتهاء أيام الحداد في إيران ومشاطرة الشعب الإيراني مشاعر الأسى والحزن بوفاة السيد رئيسي وعبد اللهيان ورفاقهما. إثر المصاب الجلل والخطب الفادح الذي ألم بالأخ العزيز فخامة الرئيس السيد إبراهيم رئيسي ورفاقه الأعزاء رحمهم الله جميعا، وفي هذا الصدد أوجه الحكومة بتأجيل الاحتفالات بالمناسبة إلى ما بعد انتهاء أيام الحداد ومشاطرة الشعب الإيراني المسلم مشاعر الأسى، وهذا ما يمليه علينا الواجب تجاه بلد مسلم. هذا ودعا رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط أمريكا وبريطانيا إلى الوقف الفوري للعدوان على غزة. وفي كلمة له بمناسبة العيد الوطني شدد المشاط على أهمية إحياء معاني الإخاء والتعاون والتكامل بين أبناء الشعب اليمني. أدعو الجميع في قيادة التحالف إلى إكمال ما بدأناه معا والانخراط الجاد في توقيع وتنفيذ خارطة الطريق والبدء الفوري في تهيئة وتعزيز الأجواء الداعمة لبناء الثقة في الجانبين الإنساني والاقتصادي والمضي قدما في طريق السلام وتصفير الأزمات والصراعات كليا، والعمل معا على جعل المنطقة ككل منطقة آمنة ومستقرة ومزدهرة. وإلى تطورات جبهة الإسناد اليمنية، حيث أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إسقاط مسيرة أمريكية جديدة من نوع MQ-9 بصاروخ أرض جو محلي الصنع. نجحت قوات الدفاع الجوي في القوات المسلحة اليمنية وبعون الله تعالى في إسقاط طائرة أمريكية نوع MQ-9 أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة البيضاء، وقد تم استهداف الطائرة بصاروخ أرض جو محلي الصنع. هذا ونشرت القوات المسلحة اليمنية مشاهد لإسقاط الطائرة MQ-9 الأمريكية في أجواء محافظة البيضاء بصاروخ أرض جو محلي الصنع. سبعة شهداء وعشرات الجرحى الفلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين بعد اقتحام المدينة والمخيم بهدف اعتقال المقاومين الفلسطينيين أو اغتيالهم. المزيد من التفاصيل مع الزميلة نسرين سلمي. عملية عسكرية واسعة شنها الاحتلال في جنين ومخيمها. العملية بدأت بتسلل قوات خاصة إلى محيط المخيم، اكتشفها المقاومون واشتبكوا معها قبل أن يعزز الاحتلال وجوده بعشرات الآليات العسكرية ومئات الجنود، بينهم قناصة اعتلوا أسطح العمارات وأطلقوا الرصاص بشكل مباشر تجاه الفلسطينيين، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة عديدين جلهم في المناطق العلوية من الجسم. وبين الشهداء طبيب وأستاذ كانا في طريقهما إلى عملهما، إضافة إلى طالب مدرسة. هي مجزرة حقيقية، يعني لما يستشهد فيها طبيب ومدرس وطلاب بالتأكيد أنها ليست موجهة ضد أهداف عسكرية، بل كل فلسطيني هو هدف. ففي عدة عوامل يعني تجعل عداد الدم وعداد الموت يرتفع، هي
النزعة الانتقامية الموجودة عند نتنياهو شخصيا وعند رئيس الأركان وعند كل جندي. العملية العسكرية في جنين بحسب زعم الاحتلال تهدف إلى القضاء على المقاومين الفلسطينيين في المخيم والمدينة، وتأتي استكمالا لما نفذه قبل أيام من استهداف إسلام خميسة أحد قادة كتيبة جنين، كما هدمت القوات منزل عائلة الشهيد أحمد بركات أحد قادة كتيبة جنين. واضح أن نتنياهو يسعى للهجوم إلى الأمام الآن عبر شن الهجوم على الفلسطينيين لإعطاء الانطباع بأنه هو الحامي للأمن الإسرائيلي، وأنه يحظى بدعم اليمين واليسار في رفض توجه محكمة الجنايات الدولية، ويقدم اعتماد لهؤلاء عبر الادعاء بأنه هو من يصون أمنهم، وأن الذهاب نحو محكمة الجنايات سيعرض الأمن للخطر. اعتداءات الاحتلال لم تقتصر على جنين، إنما طالت مدن طوباس ونابلس والخليل ورام الله وعددا من قراها التي شهدت مداهمات لمنازل ومحال تجارية واعتقال ما يزيد على 15 فلسطينيا. العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية الهادفة لكسر شوكة المقاومة لن تؤدي بحسب مراقبين إلا لمزيد من عمليات المقاومة ردا على الجرائم الإسرائيلية. نسر سلمي، رام الله، الميادين. ونشرت سرايا القدس كتيبة طوباس مشاهد لتفجير سيارة مفخخة بجرافة عسكرية إسرائيلية أمس أثناء محاولة قوات الاحتلال اقتحام المدينة. وإلى غزة، حيث تواصل آلة الحرب الإسرائيلية عدوانها لليوم 28 بعد 200. مراسل الميادين أفاد عن وصول إصابة إلى مستشفى الكويت إثر استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية مواطنين في منطقة مصبح شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة. نشاط آلة القتل الإسرائيلية تجدد في ساعات المساء، حيث شنت قوات الاحتلال غارة على بلدة الفخار شرق خان يونس وأخرى على حي السلطان غرب مدينة رفح، كما استهدفت غارة المناطق الشرقية لمدينة غزة، وأفيد أيضا عن شن 3 غارات متتالية على وسط مدينة رفح. وواصلت قوات الاحتلال حصارها لمستشفى العودة في حيتل الزعتر شمال القطاع لليوم 3 على التوالي وسط إطلاق نار كثيف على مبانيه. وبإطار العدوان على المستشفيات، استهدفت طائرات الاحتلال أحد مباني مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، ما أدى إلى إجلاء المرضى والطواقم الطبية منه. دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى رفع القيود المفروضة على إدخال المساعدات إلى قطاع غزة. وخلال مؤتمر صحفي في جنيف، قال غيبريسوس إن الطريق الرئيس لنقل المساعدات الطبية الطارئة من مصر إلى القطاع قد أغلق، ودعت الصحة العالمية تل أبيب إلى رفع الحصار والسماح بمرور المساعدات إلى داخل القطاع في وقت يواجه فيه سكان غزة المجاعة، مشيرة إلى أن تعثر وصول المساعدات إلى غزة يعيق عملها في دعم مستشفيات القطاع.
الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مبنى من طبقات عديدة لعائلة الكحلوت في مشروع بيت لاهيا، وارتقاء شهداء وسقوط جرحى في الهجوم. المزيد من التفاصيل من شمال غزة مع الزميل محمود العوضية. استهداف جديد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة. هذه الاستهدافات التي لم تنتهي طوال فترة العدوان البري الأخير على شمال قطاع غزة، تحديدا على معسكر جباليا ومنطقة الشيخ زايد، حيث الاجتياح البري من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي. يعني الطائرات الحربية الإسرائيلية تستهدف منزل لعائلة الكحلوت في منطقة مشروع بيت لاهيا. المنزل ممتلئ ومكتظ بالسكان، عدد كبير من المواطنين كانوا داخل المنزل، أيضا المنازل المحيطة مكتظة بالسكان أيضا. منذ 9 أيام ولا تزال العملية البرية على مخيم جباليا على ضربتها وعلى شدتها وعلى قصاوتها. الاحتلال يدمر كل شيء، ويدمر كل شيء، كل المنازل في مخيم جباليا. بيت آمن والسكان فيه آمنين ومدنيين. الاحتلال كعادة احتلال همجي بغيض، يسجل كل يوم مجازر جديدة بحق الآمنين والمدنيين. يعني مجزرته اليوم كانت بحق نساء تنتين، يمكن هالنساء تنتين بقن بأثر خطر على الأمن الإسرائيلي. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله وانت نعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل بس لبادن ونتنياهو، حسبي الله ونعم الوكيل في هدول الاثنين بس. امه استشهدت، اخته وابوه مش باقيينه، ابن اخويا يعني عمارة امنه، ساكنين قاعدين امنين، بس المراه وبنتها هاي اللي استشهدوا. ليه؟ هاي بنك اهدافهم، يعني الواحد بده يروح ما ضلش. انا بنت استهدف وابني استشهد، مربع كامل المسح وحزام نزل فينا، يعني وقت ايش رح ضلوا زي هيك؟ بكفي عن جد بكفي خلص. ليش تيطموا يعني الشباب؟ ليش تيطموا الأطفال؟ قولي أصحاب السمو والمعالي تحت نعالي، قيل لي عيبا فكررت مقالي، ثم قيل لي عيبا فكررت مقالي، ثم نظرت لسوء مقالي فقدمت اعتذاري لنعالي. أقسم بالله نعلي ونعل المقاومة تاج على رؤوس الزعماء العرب، بيسلموا مع بعض ومليارات ومليارات. عمين عمين. الآن طواقم الدفاع المدني كما نشاهد يحاولون أن ينبشوا على جثامين الشهداء بأيديهم بإمكانيات بسيطة بسبب نقص المواد والمستلزمات اللازمة لطواقم الدفاع المدني من أجل إخراج الشهداء. محمود العوضية، مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، الميادين. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن جنديين إسرائيليين أصيبا بجراح خطرة في معارك بقطاع غزة، ولفت المتحدث باسم جيش الاحتلال إلى أن الجنديين أحدهما من كتيبة روتيم التابعة للواء جفعاتي والآخر من المجموعة اللوجستية. إلى ذلك، تواصل المقاومة الفلسطينية تصديها لقوات الاحتلال في مختلف محاور الاشتباك. كتائب القسام أعلنت استهدافها مقر قيادة للاحتلال جنوب غرب مدينة غزة، وتفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية راجلة وسط معسكر جباليا شمال قطاع غزة، وتدمير 3 دبابات ميركافا شرق مخيم جباليا. وفي منطقة تل الزعتر شمال القطاع، أكدت القسام استهداف قوة إسرائيلية خاصة تحصنت داخل أحد المنازل، إضافة إلى استهداف دبابة إسرائيلية ومجموعة من الجنود في محيط مسجد عمر بن الخطاب. وفي المنطقة نفسها، أعلنت القسام استهداف 5 جنود بقنبلة يدوية والإجهاز عليهم من النقطة الصفر، وتفجير عبوة بعدد من جنود الاحتلال في محيط مسجد البشير. ونشرت القسام مشاهد استهداف دبابة مركافة إسرائيلية واستهداف جنود الاحتلال وآلياته بقذائف الهاون في محاور القتال شرق مدينة رفح جنوب القطاع. We'll be right back.
سرايا القدس أعلنت بدورها قصف تجمع لجنود الاحتلال وألياته في محيط مدرسة قصاريا بحج أو بجحر الديك شمال شرق المحافظة الوسطى، وقد جرى رصد إجلاء الاحتلال عددا من جنوده القتلى والمصابين عبر طائرة مروحية. سرايا القدس بثت أيضا مشاهد من حمم الهاون التي دكت بها التجمعات العسكرية وآليات الاحتلال المتوغلة شرق مدينة رفح. وإلى جبهة الإسناد اللبنانية، حيث أعلنت المقاومة الإسلامية استهداف تجمع لجنود الاحتلال في محيط موقع الراهب بالأسلحة الصاروخية، واستهداف نقطة تموضع واستقرار لجنود الاحتلال في موقع رويسات القرن بمزارع شبع اللبنانية المحتلة بصاروخ موجه، وموقع زبدين في المنطقة نفسها بالأسلحة الصاروخية. المقاومة الإسلامية في لبنان أعلنت استهدافها كذلك موقعي المالكية والمرج، وتحركات لقوات الاحتلال في موقعي الراهب وتلة الكارنتينة بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية، كما نشرت مشاهد من استهداف موقعي الاحتلال في المالكية وحدب البستان. انتقد رئيس منتدى بلدات خط المواجهة في الشمال موشي دافيدوفيتش سياسة الحكومة الإسرائيلية تجاه مستوطني الشمال الذين تم إخلاؤهم من منازلهم منذ نحو 8 أشهر. دافيدوفيتش أقر بنفاد صبر مستوطني الشمال وفقدانهم الأمل، وندد بقرار الحكومة الداعي إلى أن يمول المستوطنون بأنفسهم بناء الغرف المحصنة في بيوتهم لكونها لن تساعدهم، ولا سيما أن جزءا كبيرا من السكان قد دمرت منازلهم وانهارت أعمالهم. ومن ناحيته أقر رئيس المجلس المحلي مفقود حرمون ببني بن بومفخار بأن الأمر خرج عن السيطرة في الشمال والسكان لم يعودوا يصدقون أي مسؤول. خلال الحرب وبينما تم إخلاء السكان من منازلهم لعدم وجود غرف محصنة، تقرر أنه يجب إجراء تقليصات مالية حيال السكان الذين هم حاليا لاجئون في بلادهم ولا يعرفون متى سيعودون. رئيس الحكومة قال إن لديه خطة لعودة السكان إلى الشمال، ولكنه لن يدع العدو يعرف ما يجري. لقد نفد صبرنا، سكاننا ضائعون وليس لديهم أي يقين أو أمل. الويل للدولة على خسارتها للشمال. وفي جبهة الإسناد العراقية أعلنت المقاومة الإسلامية استهداف قاعدة للطائرات المسيرة التابعة للاحتلال في الجولان المحتل بواسطة المسيرات. يأتي ذلك فيما أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق في وقت سابق استهداف مدينة إيلات أم الرشراش جنوب فلسطين المحتلة بالطائرات المسيرة. أكدت مصادر خاصة لقناة الميادين أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي نقلت الأسير محمود العارضة قائد عملية انتزاع الحرية من عزل سجن أيالون إلى عزل سجن أهل كدار بظروف صعبة. المصادر كشفت أن الاحتلال ينفذ عقوبات مضاعفة بحق الأسير عارضة من خلال عدم السماح له بالخروج إلى الفور إلا وهو مقيد اليدين ومعصوب العينين، إضافة إلى سحب فراشه الخاص في الصباح وإعادته له وقت النوم في المساء وعدم توفير الطعام المناسب له. تتفاقم أزمة المياه في قطاع غزة ولا سيما في رفح، ما يسبب زحمة خانقة ويدفع أعدادا كبيرة من النازحين إلى الانتظار لساعات طويلة من أجل الحصول على المياه. تقرير أحمد غانم. فرضت الحرب الإسرائيلية على غزة واقعا استثنائيا على كل المستويات. انعدام مصادر المياه العذبة هي أخطر وأصعب ما واجه السكان هنا. هؤلاء الناس يقفون أمام المحطة الأخيرة لتعبئة المياه العذبة في مدينة رفح، يأتون من مسافات بعيدة من أجل تعبئة المياه التي غابت بشكل كبير عن معظم المناطق بفعل العدوان الإسرائيلي المتواصل.
نستنى طوابير، مرات تقعد ساعة، نص ساعة، ربع ساعة، مرات ساعتين، ولكن طالما متوفر الحمد لله. في أماكن تانية محرومين بالمرة من المياه الحلوة والمياه المالحة. باجي من مفترق السق لهنا من السلطان بس عشان أحب مي نشرب، إنه الحياة تتعب ملهاش أمل إنك تعيش، لو ما جديتش على حالك بتعيشش نهائي. استهداف إسرائيل لبلديات القطاع وتدميره لعدد كبير من الآبار، فضلا عن تدمير شبكات المياه والخطوط الناقلة، من أحد أسباب الأزمة التي تفاقمت هنا في مدينة رفح وكذلك في مختلف مناطق القطاع. وما فاقم الأزمة أكثر هو منع الجيش الإسرائيلي إدخال الوقود اللازم لتشغيل هذه المحطات وكذلك أيضا ما تبقى من آبار في مختلف المناطق. معانات المية معاناة، سواء المية حلوة أو مية مالحة، يعني يمكن أقرب واحد بسكن اللي هو على محطة التحلية لا يقل عن 300-400 متر. أولادي وأحفادي أكثر من مرة يصير عندهم نزلة معوية، وفي من هدول اللي بيلفوا بقول لك مية حلوة بتبقى مية بير مش مية بير، وبتبقى فيه تلوث. المية قبل كان مثلا الكوب الألف لتر ينباع بخمسة شيكل، هلقيت بنباع بتسعين شيكل، لما تحسب كم ضعف زاد غلى المي. تمام، في ناس بتقدر اللي قراب من المنطقة بيقدر يوصلوا لها ببلاش هنا على المحطة، لكن في ناس بعد نسبيا على المحطة لما بده يجي مواصلة يجي بيعبي القلن بدفع مواصلة قد حق القلن كذا ضعف. ندرة مصادر المياه العذبة دفعت في كثير من الأحيان سكان القطاع للبحث عن مصادر بديلة قد تكون غير آمنة، وهو ما أدى إلى انتشار الأمراض ولا سيما المنقولة عبر المياه في صفوف كثيرين من بينهم الأطفال. من مدينة رفح جنوب القطاع، أحمد غانم، الميادين. ومع تقرير الزميل أحمد غانم نصل إلى ختام نشرة منتصف الليل. دائما للمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة موقع الميادين على الإنترنت الميادين.net باللغات العربية الإنجليزية والإسبانية. في أمان الله.